بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. يحياكم جميعا في شرح المحاضرة الأخيرة من مادة الميديكال كوميونيكيشن سكيلز. أنا مصعب حماد، إن شاء الله أكون معكم في شرح المحاضرة هاي. المحاضرة بتحكي عن الطرق الحديثة في التشخيص وما ذلك، واستخدام الإنترنت والسوشيال ميديا وما ذلك من أشياء تقنية حديثة في العلاج وربطها في الطب نوعا ما. في نوعا ما أغلبها نقاط عامة وما في شيء متخصص فيها. فهي بتحكي عن الفيرتشوال كلينكس والسوشيال ميديا والإنترنت كطرق للتواصل مع المرضى، و يعني تسخير هذه الطرق إنك تخدم نحكي الطريقة أو العلاج أو الطريقة الطبية وتشخص المرضى بشكل صحيح. تمام، المحاضرة تقريبا 5 صفحات إن شاء الله، ما فيها شيء تقريبا، أغلبها حكي صراحة يعني. فإن شاء الله نتغلب فيها وتكون أسئلتها مضمونة. طيب الـ effective communication، بقولك إنه الـ effective كيف طريقة إتصال نحكي الأفضل. effective communication is the utmost importance when delivering healthcare. دكتور بيشن relationship is very important. يعني أتوقع المادة مروا عن محاضرة دكتور patient relationship، وهي شيء جدا مهم. ولكنه without your language and interactivity skills with others, it will be hard for you to deliver your ideas to patients or colleagues. ولكن مهم جدا انه تراعي طرق التواصل مع ذلك مع مثلا مع المرضى او مع زملائك حتى بالعمل او ما الى ذلك. Without it the quality of healthcare would be impaired. Healthcare costs and negative patient outcomes would increase. برضو بقول لك انه من دون طرق تواصل سليمه وجيده الهيلثكير اوتكمز حتاثر نوعا ما وحتقل جودتها. الان لك فينا عده ادوات لتوصل لنحكي حالة تواصل جيدة، اللي هم حكينا 3 أمور حديثة نوعا ما في الوقت الحاضر، اللي هم الفيرتشوال كلينكس اللي هي نوعا ما لو نترجمها بحكي اللي هي نحكي العيادات الافتراضية اللي بتصير عن طريق الأدوات الحديثة مثل النت أو مثلا منصة معينة أو حتى ممكن عن طريق الهاتف. كلها تعتبر فيرتشوال كلينكس كطريقة تواصل من الدكتور والمريض كمقدم رعاية صحية ومتلقي رعاية صحية. السوشيال ميديا أكيد نعرفها، منصات التواصل الاجتماعي ولا ذلك المعروفة عندنا، الإنترنت. تمام، طيب نبدأ بأول محور في المحاضرة. هم 3 محاضرات ما حكينا، الفيرتشوال كلينكس بدنا نحكي أتوقع عن الإنترنت أو نحكي عن السوشيال ميديا بدنا إذن الإنترنت. طيب وملاحظة إنه هو الإنترنت، ترى السوشيال ميديا والفيرتشوال كلينكس تقريبا هم يعني جزء من الإنترنت نوعا ما. طيب الفيرتشوال كلينكس كديفينيشن، الفيرتشوال كلينك ريفيرز تو ديجيتال أكسس، يعني إنه تدخل الأشياء التقنية الأشياء الحديثة في تقديم الرعاية الصحية. وهذه ملخص أصلا الجملة هاي، الجملة هاي بيقول مثلا إنه ممكن قد تكون تقديم الرعاية الصحية عن طريق التليفون، عن طريق التليميديسن. الفيديو لينك هو من أحسنها طبعا، إنه تكون نوعا ما زي فيديو لأشي معين مثلا، تكون لـ EEG أو كذا، بحيث إنه ممكن حتى بعض الفحوصات MRI مثلا يكون كفيديو تشوفها كدكتور. هذا برضه من أحد الطرق، أو مثلاً تيلي كونفرنس مؤتمرات عن بعد برضو. هاي بتصير حالياً في الوقت الحاضر بكثرة نوعاً ما، خصوصاً في الدول الغربية. هم بالعادة أشياء زي يكونوا يعني هم متقدمين عنا خطوات صراحةً في الأشياء هاي. طيب why are virtual clinics important أو important؟ بقولكم مثلاً إنه بعض المناطق تكون lack access to essential healthcare services، بعض المناطق تكون مثلاً نائية بتكون نوعاً ما بصلها اللي نحكي الخدمات الصحية، مثلا مستشفيات أو مراكز صحية موجودة في هالمنطقة. فأحيانا بعوض هذا الإشي هي الفيرتشوال كلينكس، بتعوض إنه مثلا بتسهل طرق التواصل. ممكن مثلا مريض في محافظة معينة، مثلا مريض في معان مثلا، تمام، ممكن يتواصل مع دكتور موجود بعمان. فأنا نوعا ما هذا الإشي بيختصر المسافات وبسهل على المريض إنه تلقي العلاج. طيب expensive healthcare، حين انه الهيلثكير الموجودة في المستشفيات بتكون حتى مكلفة، ممكن في تكاليف جانبية، المواصلات، الأكل، الروحة الجاية من ذلك، حتى يعني مش بس فقط مال، في برضو expensive من ناحية حتى معنوية وحتى جوانب ثانية في حياتك قد تكون مكلفة. فممكن انت في بيتك تختصر هذا كله، وهذا شيء جدا مفيد حاليا. Shortage of healthcare professionals،
خصوصا نحكي للناس المتخصصين حاليا موجودين بقلة جدا، يعني نوعا ما انت حتلاقي انه متخصص في اشي معين، خصوصا انه نحكي اللي هو السب سبيشاليتي بيكون نوعا ما يدوب. اصلا مثلا عندنا بالاردن بتروح مثلا على متخصصين الاعصاب او متخصص اشي معين بالاعصاب، لكن اثنين او ثلاث، فمثلا بتلاقي اثنين او ثلاثة بعمان. طيب اللي بإربد او باللي امعان او بالمفرق كيف بيوصل لهذا الاشي اذا لهذا الدكتور موجودين، دكاترة موجودين بعمان؟ هذا الاشي سهله ايش اللي هو الاشياء اللي نحكي انك تستخدم الطرق اللي نحكي التواصل الحديثه انك توصل للدكاتره بسهوله وتوفر وقت وجهد كبير على المرضى. برضو انه بقول لك انه نحكي انظمه الصحه الموجوده حاليا في العالم نوعا ما زاد الضغط عليها، فنوعا ما استخدام الطرق الحديثه للتواصل واختصار الوقت من خلالها قلل الضغط جدا على عفوا على مقدمين الرعاية الصحية. تمام. طيب اقول لك انه هي بشكل رئيسي، لكن ما ظهرت بهذا الوقت، لكن هي بشكل رئيسي نوعا ما صار نحكي التركز او نحكي سلط الضوء عليها في الكوفيد 19. كوفيد 19 بانديميك، في حالة كوفيد 19 معروف عندنا مثلا كل بيعرف انه اللي هي الحالة التباعد الجسدي وما الى ذلك، فصار في حاجة انه في تواصل بين البيشنت والدكتور عن بعد، فظهرت هذه الطرق الفيرتشوال كلينكس بحيث انه نحكي صار الدكتور والمريض في مسافة بيناتهم، مع ذلك المتابعة والعلاج وما ذلك استمر. تمام. فهذا اللي نحكي في هاي الحالة او في هذه البانديميك نوعا ما يعني زاد الحاجة لها وظهرت بشكل قوي جدا واستمرت لحد هسه بعدها، يعني نحكي الان بعد الجائحة لا زاد هذا الاشي وصار يعني بيعتمد عليه كثير نسبة كبيرة من المستشفيات في تقديم الرعاية الصحية ومتابعة المرضى، كونه هو اصلا بيقلل الضغط جدا عليهم. طيب الان يعني كيف بتقدم هذا الاشي او كيف بتقدم الفيرتشوال كلينكس حلول؟ طيب اول شيء بقول لك انه هي لك موفينج ذا ongoing monitoring and management of disease outside the physical facility into the patient home. يعني حكينا ممكن انت تنقل انك تتابع المريض كدكتور وكذا من انه يجيك على المستشفى ويجيك على عيادة كل اسبوع مرتين او كل اسبوع مرة وبعد ذلك بتغلب مريض او ممكن مريض ما يجيش، تسهل هاي العملية كلها وبتسهل على المريض وعلى الدكتور انه ينتقل هذا الاشي كيف لبيت المريض نفسه عن طريق مثلا انك تتواصل معاه بطرق اللي نحكي الحديثة. أتأكد إنه هذا كل شغال هون. تمام شغال. والدكتور حط يعني نحكي المثال سريع إنه بيشت مع إبليبسي، أنت ممكن تطلب منه مثلاً EEG and video وتطلع عليه وكذا وتشخصه بعد إشي يقرأه، ما في إشي إن شاء الله. طيب more convenient, cost effective and comfortable، نوعا ما هو إشي نحكي كتكلفة أقل مريح أكثر، متوقع هذا الشيء بما أنه أصلاً أنت قاعد بتسوي بالهوم. بيقول إنه the cost effective for the doctor as well. You can have a virtual clinic giving consultations and contact. ممكن مثلاً أنت كطبيب عفواً تعطي عادي مثلاً استشارات طبية وتتابع حالات مرضية عن طريق هذه virtual clinics، وعادي ممكن مثلاً تتقاضى عليها راتب، ما في مشكله، وهذا الشيء كان بيصير اتوقع وحاليا موجود. طيب if the quality of healthcare isn't enough we should admit them to the hospital. برضو تنبيه مهم انه مثلا احيانا مش جميع الحالات انه بتكفيها مثلا انه تتابع المريض عن بعد، احيانا لازم انه تقدم نوع من الرعايه الصحيه بحيث انه يكون امامك المريض، فجدا مهم هذا الشيء اسرائي أثناء اللي نحكي تقديم العلاج في أثناء أو خلال هذه الطريقة. patient concern about COVID-19 exposure، برضو لكن COVID-19 exposure استخدم بكثرة أو بشكل كبير هو ال virtual clinics. طيب لكن هذه الدكتور عرض نحكي زي دراسة سريعة، دراسة إنه قديش اهتمام الناس بهاي الطريقة، هاي من 1926 2021 2021 لاحظ معي ارتفاع رهيب في خلال السنين هذه، وبرضو إنه
لاحظ معي معلومة إنه هي تقريبا بدأت بـ2020 2021 مع كوفيد 19، بس يعني هي نحكي ما ظهرت وقتها، لا هي كانت موجودة قبل لكنها ازدادت بشكل رهيب في وقتها، كانوا زاد الحاجة لها. برضو هذا كلها يعني هي عبارة عن دراسات صارت وما ذلك، فقوم ما في مش إن شاء الله. هاي برضو مثال إنه كيف مع هذا السنتر إنه في مريض بتلقى العلاج بهذا السندرز، و يعني هو خلص يعني نوعا ما في بعض البلدان اعتمدت هذا الاشي، في بعض المستشفيات عندنا بلشوا بهذا الاشي، لكن اكيد مش بالشكل الكبير الحالة، بس ممكن متوقع انه يحكي ازداد الفترة الجاي. هو الاصل ازداد كون هو اصلا نوعا ما له تجربة ناجحة في بعض البلدان الغربية، فاكيد نوعا ما الى يتطبق عندنا في بعض، بس اكيد احنا متأخرين بهذا الشيء للأسف. يعني ممكن سنة مثلا يقول لك هنا الايباد والديفايسز، من راح نشوف انهم بيستخدموا كمبيوتر ومن ذلك بحيث انه يشوف الفحوصات ويتابع المرضى باول باول، ولحد من هم بيد يعني باخذ مصاري وطبيعي وصار زي وظيفة رسمية موجودة. طيب برضو هاي ارتكل انتشرت في ال بال2020 مع الكوفيد 19، بتدرس حالة المرضى انه كانت 25% من البيشنت بيحتاجوا انهم نوعا ما يتعرضوا او يحكي يكونوا تحت رعاية مباشرة، وكان هدف انه مثلا يوصل ل 80% تمام اللي هم انه الفيرتشوال كونسلتيشنز، لكن وصلوا بعدها لنسبة عالية على ما توقعوا اللي هي 87%، فهذا شيء واضح انه هذا الشيء كان شيء ناجح وكان شيء مهم جدا. وبرضه بعد ما انتهت الجائحة ومن ذلك ما ظلت هذا الإشي بنسبة 50% موجود، فهو نوع ما إشي موجود هذا الإشي وقاعد المستشفيات تعتمده بشكل قوي حاليا. طيب الآن هي تجربة أمريكية في هذا الإشي، بيقول لك إنه التيلي ميديسن cannot replace many of hands on skills، إنه أكيد في النهاية اللي نحكي ما بيقدر حاليا تيلي ميديسن اللي هو العلاج عن بعد يستبدل الكثير مثلا من المهارات الموجوده عند البشر، اكيد في مهارات عاطفيه في مهارات حسيه نوعا ما، اكيد ما بيقدر مثلا انه نحكي بيستبدلها بشكل واضح او بشكل مباشر. بقول لك هون مثلا انه او في ان شو التوجه الموجود الان في امريكا، انه برضو نحكي التأمين، برضو بما انه اصلا هم عندهم التأمين موجود للكل مش مهمل بامريكا اصلا اذا مرض سلم عليه، و يعني انه اما ملخص الفكرة انا هاي بحكي لك انه الفقرة هاي انه خاصة نوعا ما اعتمدت كاشي وظيفي وشركات التأمين تترف فيها وكذا، والدكاترة نحكي بعيد لهذا الاشي وبتقاضوا رواتب لانه بعطوا مثلا نحكي تقديم تفحص عن بعد، فهذا ما هذا إشي صار واضح كنظام صحي في أمريكا نوعا ما أو في مثلا في بريطانيا. طيب هذا بالنسبة للفيرتشوال كلينكس. نحكي عن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا include dynamic and interactive computer mediated communication tools that have high penetration rates in the general population، لكن هي نوعا ما واصل إلى شعبية هائلة وتقريبا ما في حد الآن يعني نسبة جدا عالية يعني في العالم السوشيال ميديا وصلت وهو تأثر فيها وبأثر فيها. الآن أعطيك examples اقرأهم اعرفوا الأمثلة عليهم. طيب الآن كيف ممكن تأثر السوشيال ميديا بعلاقة البيشنت دكتور انتراكشن بالتفاعل؟ ممكن هذا الإشي ممكن الآن صرنا نشوف في دكاترة في صفحات على الفيسبوك وبنزلوا كذا أو على انستغرام بنزلوا حالات مرضية ومع ذلك بيصير نقاشات بيناتهم، فهذا شيء مهم وجانب مهم تلعبوا عن السوشيال ميديا. بروفين كوميونيكيشن زي التواصل بين الناس، educating patients and colleagues، ممكن مثلا زي ما قلت لكم انه ممكن ينشر مثلا حاله مرضيه او كذا ويشرح عنها اكثر عن حالات المرضيه ويصحح بعض المعلومات المغلوطه اللي بتصير حاليا تنتشر شائعات على الانترنت، وهذا من سلبيات الانترنت صراحه او السوشيال ميديا بشكل عام. تبادل الخبرات والشبكات وما ذلك، وادفانسينج ريسيرش مثلا ممكن تدعم الريسيرش تاعك ب
بشكل معين، انه تنشره مثلا بين الناس وما ذلك، توصل لفئه معينه من الناس. فهذا كلها فوائد من السوشيال ميديا اللي حقت لنا اياها، وده عم صراحه فوائد كبيره جدا، وكانت لو تقارنها قبل السوشيال ميديا حتعرف، او الناس اللي قبل السوشيال ميديا يعرف قيمه هذه البنفيتس. طيب الريسكس، انه ممكن تنتشر اكيد معلومات مغلوطه زي ما ذكرنا، ممكن البيشنت برايفسي بجميع هاي الطرق الثلاث، نحكي السريه والخصوصيه للبيشنت، اكيد انك كعلاقه الدكتور ومريض بشكل مباشر حتكون اعلى بكثير من انه تكون مثلا تكون عن طريق شيء عن بعد. فممكن مثلا تخترق هذه الخصوصيه، ممكن مثلا نشر النقطة الثالثة هنا، إنه نشر المعلومات المغلوطة مثلا بيؤدي مثلا إلى زيادة القلق بشكل عام بين الناس. مثلا الكوفيد 19 صار عنه كثير شائعات وكذا، فصار في حالة قلق كبيرة بين نحكي المجتمع الأردني مثلا، نأخذ لكم مثال. فهذا كله بسبب أكيد السوشيال ميديا والمعلومات اللي صارت تنتقل بين الناس بشكل رهيب. طيب the impact of social media on health literacy. طيب patients are exposed to and actively seeking health information on social media. دائما هذا بشكل طبيعي، الناس ببحثوا بشكل رهيب عن المعلومات الموجودة في السوشيال ميديا. طيب هم هيك انه هذا الاشي بزيد انه مثلا انه نحكي التبادل ممكن قد المعلومات نحكي المغلوطة وما الى ذلك. فلابد انه الجميع نحكي، مو دكتور بحكي لك انه يكون عندك effective and responsible social media use، انك ما تكون عندك زي responsibility للمعلومات اللي تنشرها بالسوشيال ميديا. هذا جدا مهم شيء كدكتور، وما تستخدم السوشيال ميديا باي شيء نحكي يعني شخصي. طيب الان املك انه فيك برضو هاي نقطه حكى عنها دكتور، انه الناس الملاك شيء مثلا الملاك مركز صحي او شيء معين صار يستعملوا السوشيال ميديا كشيء انه بتابع فيه day to day activities while attenuating and mitigating. يعني عم هم بيشاركوا، نحكي النقطة هاي إنه اللي صار الدكاترة أو صار professionals صاروا المدراء وكذا بيشاركوا أيام الدوام على المستشفى، أيام دوام الصحي، والله بكرة عطلة ما ذلك، هذا إشي مفيد. بيشاركوا الإنجازات، بيشاركوا العيشات. فهذا هاي بشكل عام خلقت المجتمع هذا عن طريق السوشيال ميديا. طيب لأن بقول لك هون أكيد أنت كدكتور أو مقدم رعاية الصحية أو كجزء من منظومة الصحية شو ما كان دورك، أكيد أنت مش عايز تنعزل عن هذا العالم، لكن لابد إنه نحكي تلتزم ببعض الأشياء بحيث إنك ما تخرق المنظومة الصحية بالغلط. فهون في هالمقالة فيه إنه عم زي أربع نقاط مهمة، اللي هي البروفيشناليزم، أوثنتيك وأسك فور هيلب، وفوكس وجراب اتنشن وانجيج اند تيك اكشن. اول نقطه هي البروفيشناليزم، انه دائما يعني نحكي تمتع المهنيه، دائما تكون مسؤول عن كل شيء تنشره، هذا جدا شيء جدا مهم. طيب تاكد من هنا معلومه جدا مهمه، انه مثلا انت اذا بتنشر مثلا معلوماتك في مكان معين زي نيوز بيبر، اتاكد انه الشيء اللي تنشره على السوشيال ميديا مطابق للشيء اللي بتنشره كباحث علمي وما ذلك، فهذا جدا مهم. اذا كان في شك مثلا عندك انه هذا البوست مثلا يكون له مش مناسب او ممكن يؤدي لشيء معين، الافضل ما تنشروش. دائما اتذكر انه الصحيح انه مثلا انت كدكتور ممكن تبعث رسالة لمريض بشكل مباشر، المحادثة ممكن تكون صحيح بينك وبينه، لكن هذا الشيء لا يعني إنه إشي برايفت. لا، هي ممكن عادة تكون تخترق أو معرضة لاختراق أو معرضة إنه حد يشوفها. فإنك تراعي هذا الإشي، ما مش كل إشي بينتشر بينك وبين المريض، بتستنى لما تشوفه بشكل شخصي وتعطي المعلومات اللي هو بيحتاجها. تمام. شو بدي احكي مع هالكلمة او الجملة هاي؟ ملخصة هاي انه بحكي لك انه اي اشي بنتشر بشكل شخصي لابد انك يعني نحكي تتحمل مسؤوليته، وتوضح انه مثلا انت بتشتغل او بترجع كموظف او كدكتور لمؤسسة معينة، هذا انه تأكد انه لو نشرت هذا الشيء بشكل شخصي انه هذا الاشي مثلك شخصيا انت، وما بمثل المؤسسة اللي انت بتشتغل عندها. فهذا موضوع شيء جدا مهم بحيث انه لا يحدث اي التباس عند اللي بيقراها. Be authentic يعني انه تكون عن طبيعتك، لا تكون رسمي كثير،
خليك طبيعتك، احكي مع الناس بشكل طبيعي، ادفع معهم بشكل كإنسان، ادفع بشكل رسمي كموظف كذا، لا خليك طبيعي، هاي من خصها. ask for help إذا بدك أي help كذا، بتعرف في مجال معين في السوشيال ميديا اسأل. طيب في عندك 4 نقاط مهمة، اللي هي تحكي عن dragon fly model. في 4 نقاط مهمة جدا اتراهم أثناء نحكي لما تفكر تنشر إشي أو تشارك إشي على السوشيال ميديا. الفوكس، تركيز على النقطة بدك إياها، من يحكم ما تلف الدور، خليك واضح بكل بساطة. grab attention يعني حاول دائما الفت الاهتمام، وكيد أنت ما تلفت الاهتمام عندك أشياء أصلا قبله، هو يعني عامل أهم منه اللي هو responsibility، إنك مسؤوليتك إن تكون كل شيء تنشره صحيح. انجيج نوعا ما، شارك الناس واربط الناس حواليك، وحاول دائما اخلق يعني حكم مع زي جو تشارك بين الناس بكل بساطة. تيك اكشن يعني دائما نوعا ما حاول شغل الناس معكم ولا ذلك، وجاوب اسئلة الناس وهاي بشكل كون متفاعل نوعا ما، هي قصدهم فيها نوعا ما. طيب الانترنت بحلك انه هنا الانترنت سوى زي ثوره في عالم كل شيء، مش بعالم بس الطبي، باي جانب في حياتنا الانترنت اكيد سوى تغيير فيها، ومنها الجانب الصحي، وكل الجانب الصحي ما تاثر بوجود الانترنت. طيب لو كنا الفيرتشوال تكنيكس عن سوشيال ميديا جزء من الانترنت، تمام. طيب انا بقول لك انه كيف اثرت الانترنت بالعلاقة الدكتور والمريض. ملخص هذا الإشي جماعة الخير بكل بساطة، زمان كان يجي المريض نحكي قبل ظهور الإنترنت، كان عنده زوع ما زي intellectual property، يعني نوعا ما كان المريض لما تيجي على كدكتور نوعا ما هو يسلم نفسه لك، يعني أنت شو بتحكي له تمام خلاص يطبق اللي تحكيه كذا بدون ما يناقش، وهيك ممكن إذا ناقش أشياء هو اللي بيعرفها اللي يكون حيزه قليل نوعا ما. الآن بعد بالتسعينات طلع النت تمام، صار نوعا ما المعلومات عند الكل، وكبسة زر تبحث عن معلوماتك، تبحث عن المرض، إذا مثلا إذا حكيت للبيشنت مرض معين تمام أنت مصاب كذا كذا، بعد ما يطلع من عندك ببحث عنه، ببحث عن أعراض وكذا، بقرأ وكذا، ثاني موعد بجيك والله دكتور قرأت وكذا كذا، طب ليش ما أخذ كذا، فبصير ناقش. فهاي نوعا ما طبيعة العلاقة بين الدكتور والمريض تغيرت بعد ما طلع الإنترنت، فهي ملخص هذا الشيء. طيب ال risks and benefits هذا الشيء بقولك إنه online is not an health practice، بقولك إنه seeking information online مش إشي عادة سيئة، عادة جيدة، وكده هي بتزيد من وعي ومن نحكي معلومات المرضى، بس ممكن مثلا إنه قد تفهم بعض المعلومات بطريقة مغلوطة إذا كان ما كانش حدا خبير وكانش حدا دارس هذا الإشي بشكل علمي مع المريض. طيب بقولك إنه هي صار عندك مثلا إنه بعض المنظمات التدريسية مثلا universities أو مثلا teaching hospitals صار عندك مثلا هي تنشر نحكي أو تصنع ما زي medical information في الانترنت، فهذا ممكن تعتبره ما زي إشي highly يعني أو نحكي موثقية يعني عالي هذا الإشي. بس في نقطة هون إنه مثلا أحيانا بعض الناس غير متعلمين صحيح ممكن مثلا يقرأ معلومة موثوقة، وصار عندنا مثلا أنا هسه ممكن في أكيد عندي مثلا مواقع معروفة موثوقة صحيحة 100% تعطيني كل شيء عن المرض وهو موثوق 100%، بس في نقطة إنه أحيانا المريض بفهم هاي المعلومات بشكل خطأ، أو أحيانا تكون هاي مثلا سيمتومز لمرض معين مش شرط تظهر عند كل مريض مثلا، فممكن هذا المريض ما بيكون ملم بهذا الشيء. فجدا مهم دائما لأي مريض إنه يرجع للدكتور، وأنت مهم كدكتور إنك تفهم هذا الشيء عند المريض، تفهم سيكولوجية المريض وكيف بيفكر وشو الأشياء اللي بتأثر عليه، لتحاول ما توعيه وتفهمه. مثلا إنه حتلاقي مثلا لو بحث عن النت يعني إنه حتلاقي 1 2 3 4 5 6، لكن 1 2 3 4 5 6 مش دائما بصيره أو هيك أو بتشرحه أكثر. فجدا مهم أنت كمريض كدكتور عفوا توعي المريض عن هذه الأشياء، بحيث إنه قد تؤثر على العملية العلاجية للمريض،
بتخرب شغلك نوعا ما. اقول لك انه هون التراديشنال نوعا ما بعطيك مهنيه وثقه عاليه، هذا شيء ما بعطيك اياه النت. اقول لك انه نحكي النت صار عندنا اعطاني طريقه نوعا ما سهله، لانه اصل لاحسن معلومه و وين ما كانت بالعالم وباقل نحكي تكلفه ودون اي تاخير. صار عنده نوع من بعض الابتكارات مع النت، صارت انه هي ريسيرش تيست ريزلتس ام كوميونيكيت. صار عندنا مثلا انه نحكي الفحوصات وما ذلك توصل للمريض بالشكل مثلا، مش شرط على شكل مثلا على ورقه، ممكن بي دي اف مثلا عادي توصله تبعثه على الواتساب امورك تمام. برضو بس مع انه هذا الاشي، لكن لابد انه دائما هذا الشيء ركن اساسي في هالعلاقه، انه المريض ما يترك لحاله بهاي الاشياء، انه ذات نو بيشنت شود اندرتيك الون. مع انه مثلا انه لو بوصلوا الفحص لحاله، لكن مش شرط اللي هو يقرا الفحص لوحده، لابد انه يراجع مراجع طبيب، ولابد انك تفهم هذا الشيء كطبيب، انه ممكن مثلا لما تبعث الفحص للمريض يقرا ويفهم كذا، فانت لابد انك قبل ما تبعثه توضح له هذا الشيء وتوضح له شو القراءه اللي بتوصل وكذا، بحيث انه ما ياخذ اي خطوه بدون ما يستشيرك. هذا جدا مهم. طيب ولك هنا انترنت، ولك انه هون بحكي لك انه بعض المواقع بتعطيك مثلا لتشخيص بس من دون اي نحكي مراجعة اي دكتور، وهذا جدا 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 اشي سيء، فلا بد انه هذا اشي انه يتعالج بحكي لكم. طيب سوالف. طيب لو كانوا بعض الأشياء، بعض للأسف بعض الجهات صارت تستخدم هذا الشيء كترويج أو كإعلان لمنتجاتها، تمام؟ تلي مدرسين أورونان كم. طيب لك إنه صار نحكي تلي مدرسين، حكينا هذا الشيء نوعا ما، صار عندنا صار زي طب عن بعد، زي استشارات عن بعد، وصار هاي بعض الدكاترة نوعا ما بيعتمدوها وبتقادوا الرغبة عليها، فهذا شيء جدا مفيد وبسهل على الناس انه اصلا توصل نحكي للدكتور وين مكان، باي مكان العالم. طيب صار عندنا بعض المجتمعات مثلا ممكن نسوي جروب فيسبوك او كذا، في مثلا جميع المرضى عن بيمتلكوا مرض معين، مثلا مرض النيومونيا، تمام؟ فجميع مرض النيومونيا بيكون مثلا في الـ قول معي بالجروب، تمام؟ وبتشاركوا نوعا ما، الدكاترة بتشاركوا الحالات المرضية، مثلا المرضى بتشاركوا الخبرات وما ذلك. هذا إشي مفيد مهم برضو، بس لكن إنه لابد إنك ترجع للدكتور في كل إشي. برضه هذا الشيء بقولك انه زاد نوعا ما عند الدكاتره خصوصا، انه يكمل تعليمه بشكل بيرسونال وريسيرش تاعه وما ذلك، فهذا جدا شيء جدا مهم، وزاد نوعا ما التعليم الذاتي عند الدكاتره، تمام. النيجاتيف امباكت، هسه ممكن حكينا هذا الشيء، وهذا الشيء جدا متوقع ولازم تراعي انت كدكتور، انه مثلا احيانا المرضى بيقراوا شيء وعلى طول بيخصوا حالهم بيقراوا وخلاص يعطيك العافيه وبيمشوا هذا الشيء، فانت اذا دكتور لابد انك تراعي هذا الشيء عند المرضى. حكينا البيشنت برايفسي ممكن تخترق، يعني كثير هاي الان صار في عندك ريسك انه نحكي صار عندنا العلاقه بين البيشنت والدكتور تقل نوعا ما، والاعتماديه بيناتهم والثقة بيناتهم صارت تقل، بأنه صار في إنك البيشنت مش مؤثر للأساس الدكتور، لا ممكن أحيانا يكون مؤثر الأساس هو الإنترنت أو المجتمع الموجود فيه على الإنترنت، فهذا شيء جدا مهم ترأيك كدكتور هو كيف تتعامل معه. برضو إنك ال wrong information by patient دكتور فهم. طيب ممكن أحيانا إنه يصير عندك إنك تأخذ معلومات خاطئة من مصادر غير موثوقة، قد ممكن يسوي يعني تصير هاي على المريض او عند او على الدكتور، فهذا جدا مهم برضو ايش رايي. طيب الان هاي الفقره ممكن انه هاو داز انترنت امباكت انفورميشن شيرينج ان ذا جون. طيب
من الاخر يعني هي ملخصها تمام، انه بحكي لك هون انه نحكي الانترنت او الاشياء المقدمه عن بعد دائما في ابعاد، في جوانب صحيه، في جوانب نوعا ما عاطفيه، في جوانب حسيه، في كثير جوانب انسانيه ما بتقدمها او ما بتستبدلها. فلا بد انه يراعي هذا الشيء الدكتور والبيشنت، ويكون نحكي زي وعي مجتمعي عن هذا الشيء، ويفهم لابد انه يفهم الدكتور، يفهم البيشنت او المريض هذا الشيء تمام. ف هي حاليا لك انه هون المقاله انه لا يمكن ان تستبدل نحكي هاي الانترنت او السوشيال ميديا او الفيرتشوال كلينكس، نحكي الطرق العلاج التقليديه، كونه في كثير اشياء، في كثير جوانب عند حالات مرضيه احنا ما مستحيل تستبدلها او تستبدل وجود الدكتور.